نعم أكيد. بالتالي يوم إطار التنسيق طبعا حاول أنه يزيل جميع القادة والمدراء بشكل عام أنه في التيار الصدري، وأنه يبدلهم ربما بأشخاص قريبين من نعم الإطار. فبالتالي أيضا يوم التيار الصدري متخوف من هذا الجانب، وهذا الشيء طبعا هو حقهم. يعني تعرف اليوم الكل يعلم أنه التيار الصدري لهم جمهور، لهم شارع، لهم كلمة. فبالتالي أيضا يتحفظ من هذا الجانب، ويحاول أنه قدر المستطاع انه يعني يحافظ على مراكزه في الدوله، سواء كان درجات انه عليا في الدوائر الدوله، مدراء عامين وما شابه ذلك. بالتالي اليوم احنا نتفق مع اي حكومه، اليوم احنا ما عندنا خلاف مع اي شخصيه سياسيه. بالعكس اليوم كل عراقي ينتمي الى العراق ويتمنى ان يكون هنالك تطور في العراق، لكن للاسف الشديد الاخفاقات مستمره. واحنا يعني من خلال هذه اللقاءات يعني احنا نعول على السودان وغيره وعلى اي شخصيه، احنا ما عندنا خلاف كما ذكرت. لكن احنا اليوم للاسف الشديد يعني هذه الاخفاقات الى متى تستمر؟ يعني اليوم نشوف احنا اليوم العقود، نشوف احنا اليوم للاسف الشديد يعني اليوم السياسه في الدولار، عندما استلم الحكومه السيد السوداني يعني تحدث قال انه من مهامنا انه تنزيل سعر صرف الدولار، لكن للاسف اليوم ما شفنا اي نيه صحيحه. صح من فتره قصيره، لكنه للاسف يعني كان المفترض ان هنالك تخطيط سليم على ارض الواقع، كان هنالك يعني جدول معين حتى تصير بالعمليه السياسيه بشكل عام. لانه يعني صراحه اليوم الشارع العراقي كله صعب، اليوم معاناه كبيره، معاناه يعني الخريجين وغيرهم والعقود والاجور وحجز الدفاع وكثير. اليوم كل الشرائح اليوم مهمشه وتعاني من هذا الاهمال. للاسف يعني احنا نحاول انه نضع ايدينا مع اي شخصيه وطنيه قادره على التغيير وقادره على انتشال العراق من هذا المازق صراحه. فنتمنى احنا ان شاء الله القادم افضل بعون الله تعالى.